تقدم لصن داونز بهدف مقابل الشيء لا شيء في الشوط الاول وشوط غير مقنع للنادي الاهلي. كابتن شريف، شوط اقل من المتوسط. احنا قلنا قبل الماتش اي فرصه بتجيلك لازم تستغلها في مباراه زي دي. انت في اول دقيقتين كان ليك مالك سبقه التهديف وانفراد، يعني مش كره من على 18 زي الاثنين ثلاثه اللي جم لقفشه كويس، واللي جات لديانج مثلا انت بتصاوب، اللي جات لمروان عندك اربع خمس فرص كان ممكن يبقى فيهم تهديف. بيرسي تاو كان ليه واحده لف وقعد يدور حوالين نفسه. مفيش الرغبه او المواجهه في الكرات اللي انت بتروح عليها على الجول او اللي بتسمح لك في الشراسه، خدت بالك ان انت تحرز هدف. انت بتلعب عايز الكره اللي بسميها ايه، الكرة السليمة قوي او المسلة قوي، ان اللاعب لازم يلعب للاعب الكرة الصح قوي، لازم تواكب الكرة وهي بتتلعب، تحركات من اللعيبة، لعيب واثنين. وفريق سان داونز صاير الامور كلها زي ما هو عايز، او انت ساعدته على كل السيناريو اللي هو يتمناه. ناس بيغلطوا جامد جدا في ال 18 عندهم، بياخدوك وبيلعبوا بثقة زايدة قوي زي ما احنا قلنا، انت عندك ثلاث اربع كور كنت ممكن تستغلها. مفيش الدفعه كلها مع اللعيبه جنب بعض قافلين على فريق سان داونز، بالعكس بيشوفوا بعض كويس، في ارتياحيه كويس جدا في الباص اللي هي المفروض تبقى العكس عندك انت. شوط 45 دقيقه انت بتحاول، بس امكانيات سان داونز الحقيقه هدوء في الاداء جاي، حتى لو تعادل النهارده هو ادى المهمه بنجاح جدا. بقيت توديك في حته انت دلوقتي ما فيهاش بقى اداء، هي بقت فيها روح. روحك هي اللي تقدر تعدل لك النتيجه وتخرج باي نتيجه غير النتيجه اللي احنا شفناها في اول هاف تايم. كابتن علاء، شوط اول عكس ما توقعنا، روح غايبه، شراسه افتقدناها بالرغم من ضروره الفوز بالنسبه للنادي الاهلي النهارده. بص يا ايمن، في عجاله كده طبعا، كل الاحترام للاستوديو، احنا كل الكلام اللي قلناه حصل حتى في بدايه المباراه، قلت لك انا هينقلوا ويعملوا في كره اتقطعت لو في بس نوع من التأني شويه، اللي يعني تقريبا اللي احنا قلناه هنا هو اللي حصل اول دقيقه. يعني قلت لك لازم ضغط ان هم يعملوا كذا كذا، حصل، بس اللي ما حصلش او اللي كان استغلالها. فيه يعني نوع من التسرع وعدم الدقه استغلالها. لازم ايمن، اللعيب قبل ما يعرف قبل ما يلعب لازم يعرف المباراه دي مباراه ممكن تبقى الهدف الواحد او الفرصه الواحده. فرصه في اول دقيقه، المتغيرات اللي كانت حصلت في الشوط كلها تبقى لصالحك تماما، غير اللي حصل في الشوط ده اللي انت هتتغير غصب عنك. الشوط اللي فيه هيتغير تفكيرك، هيتغير اسلوبك، اسلوب اللعب، هيتغير انت عايز ايه. مباراه الحسبه نفسها اتغيرت، الحسبه انك بتدور على كنت تكسب هدف في الشوط الاول كان هيبقى ليك عندك ارتياح كويس. انت الوقت الحسبه اتغيرت، انت مطلوب منك في 45 دقيقه لازم هدف بدري، حط تحتها مليون خط بدري عشان بتدور على الهدف الثاني. وحسبه غريبه المعادله، وما يجيش فيك هدف طبعا. ومش هيجي فيك هدف وانت عندك ليه اخطاء كتير، لازم تتكلم بصراحه، عندك اخطاء كتير النهارده تلت الدفاع بتوصل فريق سان داونز بمنتهى السهوله. الحاجه اللي بيتكلم فيها كابتن شريف اللي قال الوقت الشوط الثاني مش روح، ماشي انا متفق مع كابتن شريف، بس روح من غير اداء هتتغلب. لازم تبقى روحك عاليه قوي اكتر من نوم، انك انت الشوط الاول نفس، انا اسف بقول الكلام ده، نفس الخطا المتكرر، الدخول في مباراه ما ينفعش دخول في مباراه يبقى كده ابدا. دخول في مباراه لازم بيبقى انت في عز روحك، بس في عز تفكيرك، لازم تعرف انت عايز المباراه، لازم تعرف المباراه دي لو جت فرصه وقتلت الشوط الاول من اول دقيقه جول، انت خلاص كل حاجه انت متحكم فيها، انت الوقت انت مصيرك مش بايدك، انت مش متحكم في حاجه خالص. صحيح. انت متحكم في حاجه خالص الوقت، انت كل عايزه هدف بسرعه وتدور على الهدف الثاني. كابتن اسامه، التغيير يبقى ازاي الشوط الثاني؟ اولا نتكلم على سريعا، الضغط وحش جدا. صح. لانه الضغط بيجي من روح ومعدين مع مجموعات. انت حصل اول دقيقتين او سبع بس هي دي اول الكره اللي كنا بنستغلهاش، بس اللي هي بتاعت احمد عبد القادر. هما فرقه جيده، ماشي انا معاك فرقه جيده وبنقله كويس، بس بيغلطوا كتير، بس اخطائهم كتيره كتيره كتيره. قول بقى من هنا لبكره، وانا بقول لك لو الشوط الثاني النادي الاهلي بس سرع من اللعب وعمل بعض التغييرات الكويسه، انا بقول لك ان شاء الله الاهلي يكسب، لان هم بيبالغوا جدا في نقل الكوره داخل ال 18، حتى هم مزنوقين وبيخطئوا اخطاء كبيره جدا. بس انت بتلعب كل، تحس كل واحد في وادي. يعني اولا
الرباعي الظهر بتاعنا احنا بنقول كتله واحده، تحس ان هم تحت قوي. مروان وديانج، مروان عطيه وديانج مش مكملين قافلين ورا الرباعي الامامي، بيلعبوا لتحت تحت يعني، ما فيش تكمله منهم. أيوة. ولذلك انا شايف ان حمدي فتحي نزوله مهم لانه بيكمل لقدام كمان وبيضغط مع الناس لقدام وبيلعب خطر في الكور العرضيه، يعني عنده خطوره حتى في الكور العرضيه وبيبقى على 18 على طول. لكن ديانج ومروان بيلعبوا لتحت قوي والديفنس بتاعنا تحت قوي. تعالى بقى للاطراف، تحس انه في لعب فردي يعني، يمكن الجنب اليمين شويه يعني ها في حاجه من حسين وهاني. الناحيه الثانيه احمد عبد القادر مريح قوي، هو وعلي معلول، قفشه مريح، بيرسي تاو مش موجود. فانت تحس ان في تفكك رغم اخطاء فرقه صن داونز الكتيره في الثلث الاخير. انا شايف من وجهه نظري انه طبيعي طبعا هينزل حد مكان متولي، هيبقى ياسر ابراهيم ده اكيد لانه شكله متعور. لانه هو لعب في اخر 7 دقائق وما اعرفش خد وقت طويل ليه. هاني دخل لجوه وحسين رجع باك رايت، فواضح ان متولي شكله ده تغيير اضطراري اذا كان في اصابه يعني. وليه ينزل انا بياسر ابراهيم؟ ما خلاص انا في ظروف دلوقتي ادعم خط نص بواحد، ما فيش حد يلعب بينا. المجازفه دي برضه صعبه جدا، انت ممكن تخسر بدري. ما انت هتكسب بدري، انت في 4 تغييرات يا كابتن. بالظبط، لا وعندك 4 تغييرات ثانيه ممكن في الاخر، بس مش الوقت. لا انا معاك بس مش الوقت خالص. لو فضلت النتيجه دي برضه في الثلث الاخير واحد غير اثنين. انا شايف ان حمدي فتحي ينزل، مروان عطيه بيروحوا عاليه وكل حاجه، بس حمدي عنده خبره في الماتشات دي ويقدر يكمل لقدام. وشايف في تغييره قدام برضه، يعني شريف ينزل، حاجه من اتنين، يا بيرسي تاو يطلع يا اما احمد عبد القادر يطلع وبيرسي تاو يروح على الطرف ويبقى شريف قدام. يعني على اساس ازود العدد الهجومي شويه، لان انا حاسس فيه راحه قوي رغم تاني اخطاء كتيره جدا من صن داونز في الثلث الاخير. صحيح. كابتن عادل، حلول الشوط الثاني. كابتن يعني خلينا نتكلم بسرعه كده، يجب انه ما يتاخرش التغيير. لان تنظيم الملعب مش جيد، الحته الهجوميه التنظيم بتاعنا مش جيد، والحته الدفاعيه تنظيمك مش جيد. بتتكلم عن الحاجات اللي ما عجبتكش الشوط الاول في النادي. بدليل انك انت اكتر من هجمه كانت خطر عليك واحرزوا فيك هدف، وانت هجماتك الهجمه الوحيده اللي نظمتها اللي هي كانت بتاعه اللي هي حتى غير خطا منهم. فلازم عشان تتدارك الموقف لازم تعمل تغييرات. علي معلول، منعم، ياسر، هاني، ويلعب نص الملعب ديانج، حمدي فتحي، وقدام عبد القادر وقفشه وحسين وشريف، ويطلع برستا. وبعد ربع ساعه لازم يزود كهرباء مع شريف. لا انت اتكلمت على كمان تغيير في خط النص. حمدي انت قلت حمدي فتحي ينزل مكان مروان. ما هو مروان، ما انا قلت لك ديانج وحمدي فتحي. ايوه. اتنين ديفندرات، ويلعب عبد القادر وقفشه وحسين وشريف. ليه؟ عشان حمدي فتحي يكمل بالحته الهجوميه. عشان يبقى تحت زي ما عمل الماتشات الاخيره، يبقى تحت راس حربه. يعني انت عايز ما تلعبش 3 4 3؟ لا تنزل بحمدي فتحي مكان. انت عايز تكمل بحد ورا. انا في الظروف اللي انا فيها دي ما يبقاش عندي الجرأه ان انا انادي حمدي فتحي. هيبقى فيها مخاطره من بدايه الشوط الثاني. والعب 3 4 3 ولو جه فيه جول ثاني. مخاطره. انا ولو جه فيها جول ثاني خلاص، ولو جه فيه جول ثاني وانا بلعب 4 4 خلاص. ده لسه ما تجيش بدري. وانا بص يا كابتن، انا ليا وجهه نظر. كل انت بتلعب فرقه كبيره زي صن داونز طبعا، كل ما تخلي المباراه في الملعب افضل من انك تبعد اكتر. تبعد اكتر مش هتعرف تعوض طبعا. لكن خلي المباراه قسم الوقت، الربع الربع الربع. انت الربع الاولاني احنا قلنا لازم تغير بسرعه. ولازم تغير الناس دي بسرعه، ما تستنينيش للدقيقه 70، فانت لازم تغيرهم. الحاجه الثانيه المهمه انك انت عامل البلان الثاني، الهجمه الثانيه او الموجه الثانيه اللي هو الكهرباء. السيناريو الثاني اللي هو الكهرباء. الكهرباء لما يجي يلعبها تلعبها ازاي؟ تلعبها باثنين وتلعبها باربعه في وسط الملعب. هتلعبها 4-4-2، بس اللي على الطرف هيبقى عبد القادر وحسين، هيبقوا اطراف مع الاثنين رؤوس حربه. انت ممكن يبقى كهرباء تحت سن شريف. احنا اصلا عندنا قله عدديه جوه ال 18 اصلا. ده اللي انا عاوز اقوله لك. فانت بتتكلم مفيش خالص. بالظبط. انت الخطوره اللي عليك في ايه؟ الخطوره اللي عليك في حاجتين، الناحيه الهجوميه بتاعتهم ونص الملعب. حته دفاعيه عندهم
هما بيبالغوا قوي في حته الباص والتحرك. صحيح. والباص والتحرك. صحيح. انت لما عاوز تعمل الضغط عليهم مش تعمل الضغط بالعدد القليل ده، وفي نفس الوقت ما تخليليش تمطول الملعب، لان عندهم ثلاثه قدام بيعرفوا يباصوا بيعرفوا يتحركوا. علشان كده احنا بنتكلم لازم من بدايه الشوط اوعى تاجل التاخير، اوعى تاخر التغييرات. انت لو اخرت التغييرات هتحصل مشكله كبيره. المشكله الكبيره ان هم هينزلوا هيمسكوا الكره وهيبقى نفس الشوط. لكن لما تعمل موجه تانية اللي هو فيها محمد شريف، محمد شريف عنده سرعات، حمدي فتحي هيبقى عنده حته هجوميه عدم التاخير في مع في نفس التغيير. الكلام ده عدم التاخير في التغيير يعني نفس الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. يجب انك انت تشتغل بالاستراتيجيه دي علشان ما تطولش الوقت، لان هيبقى عليك خطوره عظيمه في اخر 20 دقيقه لو ما جبتش هدف. بس كان كابتن شريف عايزه ياخد المخاطره من البدايه. لا خلاص بقى البدايه انت تلعب 3 4 3 انت وصلت من 3 4 3 زي 4 4 2 بس مش زي 4 3 3 زي 4 2 3 1. انت بتلعب فرقه انت مديها الارتياحيه وعدم التمركز السليم كمان بيخليهم يستلموا الكره عليك يعملوا كل حاجه. انت لازم تشغل نص ملعبك باربع لعيبه على الاقل. ما يديش المساحه للعيبه دي كلها تستلم بهدوء. نتمنى ان شاء الله العوده في الشوط الثاني النادي الاهلي، وبالتالي بعد كده الفوز ان شاء الله. نتمنى شوط ثاني افضل من الشوط الاول. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. نروح لفاصل نرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.